زين ليش لحد اليوم ست سوزان احنا ما شفنا مجمعات سكنية لدعم الفقراء فعلا لحل أزمة سكن ذول الناس اللي ما عندهم إمكانية يشترون بالمجمعات الفارهة؟ يعني من المجمعات اللي قالوا على أساس أنه سعره مناسب ويعني في إمكانية الجميع وموظفين على أنه يشتروه هي كانت مجمع بسماية. مع الأسف مجمع بسماية تم يعني عديد من الاستثناءات، اعطاء عديد من الاستثناءات لمجموعه، يعني انا اعرف يعني 4000 استثناء من نطي، وقالوا انه من السنه الماضيه الاستثناء توقف، ما تنطي استثناء. مع العلم انا بام عيني شفت اكثر من كتاب، عندي نسخه من الكتب منطين بعد استثناءات. يعني وللعلم هاي الاستثناءات لو كانت الناس غير قانونيه، هذه الاستثناءات مو غير قانونية، ممكن اعطاء استثناء، ولكن 4000 استثناء مثلا، وبعد ما انغلق الاستثناء يقولون نهائيا ما مسموح بالاستثناء، تنطي استثناءات اذا فعلا كلام الهيئه صحيحه انه انغلق ابواب الاستثناء، يعني هاي الاستثناءات اللي تنطي اكيد غير صحيحه. يعني واني شفت يعني وبعثت بوقتها نسخه للهيئه الوطنيه وايضا للجنه، لجنه الاستثمار، انه اكو صفحات بالفيسبوك تبيع الاستثناءات ب 7 ملايين دولار، منين نجيب هاي الاستثناءات؟ يعني هو هذا السؤال، انا اكذب اذا اقول منين نجيب الاستثناءات؟ لان ما اعرف مصدرها، ولكن اعرف بنفس الوقت انه تم منح 4000 استثناء، 3000 استثناء، والبنك العقاري القرض اللي يعطيه هو 150 مليون، يعني اللي دا تشوفيه، يعني اي 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 مجمع سكني ببغداد قدرين تشتري ب 150 مليون شقة مثلا؟ إذا أكو؟ إذا ماكو، لا أكيد لا ماكو. يعني إذا أجيب مسميات هسه يقولون هاي مثلا تحكي بالسلبي على خلينا ما نجيب أسامي، ولكن كل المجمعات اللي موجودة داخل بغداد ماكو مستحيل 250 مليون هم ماكو ما تلقين 250 مليون ايضا. فيعني مو انه قابلية المواطن مستحيل، فوين حل أزمة السكن؟ شلون حل أزمة السكن؟